ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحة. انا النهاردة ان شاء الله هقول لكم على تجربتي مع فيتامين د ومع مشاكل صحية كتير حصلت لي بسبب مقاومة الانسولين ونقص فيتامين د. هقول لكم الاول واحدة واحدة كده. انا فجأة لقيت نفسي بسمن، عندي سمنة، عندي همدان، جسمي كله بيوجعني، امشي خطوتين اتعب، اصحى الصبح عندي صداع وارجع، اعراض غريبة ابتدت تزيد تزيد تزيد. ده كان نتيجة ايه بقى؟ ان انا باكل، كنت باكل حلويات وباكل، ما كنتش اعرف ان الحلويات والسكر غلط اصلا. لقيت ان ناقص عندي فيتامين دي، وان عندي مقاومة انسولين، والدنيا خربانة، يعني ميت مشكلة. يعني بصراحة عملت حاجة يعني شافتني من كل ده، عملت صيام متقطع، منعت السكر والحلويات، جبت فيتامين د اللي حضرتكم شايفينه ده، معاه كالسيوم ومعاه مغنيسيوم ومعاه زنك، وابتديت اخده كل يوم، وابتديت اقعد في الشمس مع الصيام المتقطع والاكل الصحي، وبقيت اعمل رياضه. اتحولت حياتي 180 درجه، اقسم بالله 180 درجه. بقيت صحتي احسن وافضل، وما بقاش عندي اي، كان عندي برضو جالي سكر نوع تاني، كان عندي حساسيه، كان عندي تشكيله امراض كده ما شاء الله. يعني الحمد لله الحمد لله تعافيت منها. وفيتامين د ده مهم جدا، ولازم يبقى دي 3، لازم يبقى دي 3، ويا ريت يبقى معاه كي 2، لان دي 3 دي 2 فيتامين دي 2 ده صناعي، دي 3 طبيعي. الماركه دي انا بتالي كويسه جدا، انا جبتها حتى الحمد لله، يعني لسه فيها اهو، وانا ما بقتش اخدها خلاص، وقفتها لاني مش محتاجاها، لان انا بقعد في الشمس على طول يوميا الحمد لله الصبح بدري. وكل الاعراض اللي كانت عندي اقسم بالله انا كنت ما اجي اتقلب وانا نايمه، اقوم اقعد عشان اعرف اتقلب الناحيه التانية، كانت ركبي بتزيق، كانت كنت خلاص متدمره، يعني متدمره. فالحمد لله ربنا عافاني. واتمنى ان انتوا اي حد عنده مشاكل صحية ياخد فيتامين دي 3، وياخد ياكل خضروات كتير مليانة فيتامينات ومعادن، يمنع السكر والحلويات، يعمل صيام متقطع. واي حد عايز اي معلومة في رحلة اللي انا مشيت فيها بقالي اكتر من سنتين الحمد لله، انا تحت امركم، اكتبولي في التعليقات، اكتبولي على الفيس، زي ما تحبوا انا معاكم. ويا رب ما كنش طولت عليكم، اهتموا بصحتكم واعملوا صيام متقطع، ده سحر سحر سحر. وربنا يعافينا ويعافيكم، والحمد لله على كل شيء، ويا رب دايما في صحة وعافية. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، ومعلومة مفيدة من اللي انا جربتها. ان شاء الله لو ينفع تشتركوا في القناة وتدعموني براحتكم، عايزين تشتركوا او تعملوا لايك او تشاروا الفيديو، عموما انا الافضل عندي تشاروا الفيديو عشان الناس كلها تستفيد، ويعرفوا ان الدكاترة عمرهم ما بيقولوا لك على الطريق الصح ابدا. التزم الصيام المتقطع، صوموا وتصحوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.